الزرع اللي بيتحمل اهوت عشان موضوع المقاسات والكلام ده، الزرع بيبقى شايط بعضه، مفيش مقاس كبير كله لارج كبير ولا في مقاس كله صغير. يعني انا جايب البتاع اللي هي بيقيسوا باي بالسايزر اهو، يعني حبايه زي دي كده 9.5 سنت. الشجرة اللي بعدها اهي حداش، هتلاقي في الشجرة ديت برضك حداشر ونص. انا طبعا مش عارف هي واضحة اوي ولا ايه، بس انا جايب قطر الحباية. في الشجرة نفسها تلتقي فيها اكتر، مثلا 8 7 حاجة زي ديت مثلا، هيت ده قطر صغير شوية، ده جاية 8 وشرطتين برضك. حاجة تانية حجم اكبر جاية 14. الشكاير التانية البتاع ما عادش بتفتح على الحباية دي، يعني انا واقف فوق اهو على وش الحباية، ولسه الحباية فيها تحت حوالي كمان 2 سنت اهوت، واقفة على 15، يعني ده 17 سنت. في الشكارة بتبقى متعبية شايلة بعضها، لكن اللي هي المقاسات الصغيرة اللي قوي اللي هي قد البيضة كده ديت ما بتتعباش، والضربة اللي فيها عيب اللي مكسرة اللي فيها عيب مثلا في الحباية ديت ما بتتعباش. لكن التحجيم المقاسات بتبقى شايله بعضها، فتلاقي في شكاره زي ديت مثلا حبايه هنا كبيره قوي ما شاء الله يخش لها في 17 سنت، في نفس الشكاره حبايه تانية 15، في نفس الشكاره حبايه تانية مثلا ديت يعتبر من الحاجات الصغيره اللي على الوش اهي 8 سنتي. فهو الزرع بتعبي اللي بتفرز الصغيرة اللي قوي، واللي هي الضربة الخضرة المكسورة دي العيوب الشرعية اللي بتطلع. لكن الزرع في الوقت اللي احنا كنا بنعبي فيه من عند الحفناوي كان اصلا الخام نفسه كان لسه طالع، كان لسه مريش، يعني البطاطس ديت مش هتلتقي فيها تريش زي اللي جات لك ديت، كلها القشرة بتاعتها بدأت تثبت، ما عادش فيها تريش زي التاني. فكل ما ده لما بتخش في سوي البطاطس اكتر وكده، وتخش في ميعاد سوي البطاطس بتلاقي الزرع بيحلو والاحجام بتبقى فيها احجام حلو. فهو حسن السوق على حسن البضاعة، ربنا يحسن سوقهم وربنا ييسر الحال. على فكرة البراد اللي كان بحمل يوم الاربع كان نزل البضاعة تاني، عشان لما عرف ان هو هيبات جايب براد تاني وقت بيحمل الوقت، والبراد طلعه براد واقف اهوت هنحمل وقته وهيتوكل على الله. لكن اللي كان جه يوم الاربع عشان تأخير الورق والكلام ده كان مشى ومرضاش ان هو يبيت. البطاطس اهي ديت جودة احسن بكتير من اللي كانت جاية الاسبوع اللي فات من عند الحفناوي، وفي الاحجام برضه في سمكة القشر.